كنا وناكسن كسر وهذا برامج كرنا وهذا دور ذا إيه كسر قد بنو وربحنا الدبلوماسية ده الدقلك استع وربحنا ده وحنا كسر قد بدورنا قاب كي مركب كده قال كي تركيا على مد النقطة دهنا إذا ما بدأ تركيا وسنين تقول قلي يقبض حساب بدنا إما دهنا تركيا أردوغان وكتشي دي وكل واقعي إن مركب كان الدقال كأودي سو وحكب بدلي دهنا شروعا عيارتا جزيرة دا ايه كل الله ميان تلك غريقة يو معلومات كالي ايو دير قروبة ودعونا دلغة تركي اردوغان ايه سنين تقوتو حقلية دلكيس انو نغان دونو دل اوادو لانو حكب دلو شروع دا عيارتا ايديك ورشداء الدفاع انتي لوقو دا شري حفلة دا على مساركا وعام دعونا تركي او تلمامي انا اي تايم بركي قو ريسي او مراكب دا ديرة دا قادا تركي قو ايه فرسميسو يدو قادي قول عصبي ورشادة الدفاع تركيا وسندي اوغد بي هرمور وين سميني يي لنا عوير رادة ديرادة اندوليا الهين مركب كان تيسي جي اندلو وعا تركو اوغد المامي انو يهي مركب كي قوري يي اي قادة ديرادة درونكا عالمكا يو مركب كي قوينا اي ليهين عدباد بدا تركيكا وانا مركب كي اوغمي همسن اي قادان ورشادة الدفاع تركيكو مدعونا تركيكا اي شاقي إن بقول كي بتدبعت انقلب اللي جوف رسمي مركب كني كدا ترك قال جوس صاري يدا بقول يصدن هاي دود أغيب قاتن اسمهني وترك جا مركب اللي جود درو تبرع عاد إجتماع عاد ترك جا يحرم على المبارستا بيشي جون لبده كون يلبي لبعدن كا وعاب لوضي تجابوي ك مركب كني وعنا لبي لابي اللي جور ركبو هوب كي قلب كدجال كا مدعونا ترك أردوغان يدبو حسوس تين اسمع مركب كني التيسيجي أنا الدولو أو بلوضي بيجي أبريل إلا بدي كوني لحي طمانكي أردوغان وحيولي تدبسن وكدب وعنكو شاقينينا مركب كينا التيسيجي أنا الدولو وعنكو فرحسن هاي وعنكو فارينا قوشاني إشرفت بدن إنكوب جوك عن أو هاي أردوغان إيا أورجي مركب كن وين إمي اللي ترقى دلقى هاسي تيسيجي أنا الدولو إن فايدة أو يشعي دبدا بدي تورقيقا طبعا تاني نوكو ما فيلنا وعلى جيننا إن هذا وجه اللباد أن بلابد دون مراكبتا ديارها قادة وعن ورقنا مركب كني إن أستان أو جاي قولا أنكو قولي سني قرنك تورقيقا يدل عضل عالمك إنت أسكلي ماها وعن سيدو كلا سميننا نوعيه كلا أوكمد مراكبتاني أيو شاك مدعونا تورقيقا أردوغان أردوغان إيا أماد عليه عدكستو أغعانك جيستيد اسمع مركب كني وقيبك قادن دونتا اسمع مراكب تصوص عدا أردوغان إيا رعي تيسيجي أنا الدلو ومركب غوريي إيقو مهم سنا وقوب جوغ عنا يحفد ديسا سيكا لحدي لوردغو تيسيجي أنا الدلو ومركب غوريي إيقال كدوني دا نوع عيسا وانا مركب غوريي إيقاد الدولة بارختار تي بي تري يكسل الما إيو رعي مدحونا تركيا أردوغان إيا شاقي إن حوك إيحاج ميقا مركب كاري ولا إيمان دونو سيفودو دي أي سورتو قلين دونتو كوري جينتا عيدان كا تركيا كبالادة نباتوينك أي كجران سيدا إيجان أي كل اللوميان تالكا غريقا مدترينيانكا يبدو مدو يدان لو بحنين تاقاروكالي مركب كانو حولي يسيفوينك نو سورتو قلين لها إنان فلينا هول قل عيدان يو كوبين آدن نمو مركب لو بحدو ميلكستو عالمكا أردوغان إيا راعيي مدحونا تلقى تركي أردوغان إيا شاقي إن هبكا إيا مارين تدقالكا تقالك إلكترونيكا تبقالكا يسيدوكلا تقنين تليسركا يو ندامية الدفاع إيا قنطالة توربيدو يو رادارادة سارة المركب كاني أي سو سارين دمان ورشدا قده إيا تركيا يو كو قرنكا مركب كان واحا سارن إسبيتال قولكا غلينكا ودميستران أو قلبايسان كاس او لو ادكسن كرو اجيدوين عيدان يسيدو كلا ميد كربند مسيبوي كا اي دبيعي كا دمان سفوي كا سوحا اسكالا تي سي جي انا دلو وحو نقود دونا خبرات دا انكال ني مشاريع دا ادسمها ملتري كا وحنا نسينا يسا فرصد انكو كانو تكنولوجيا دا هرمرسن تل كاري ايو دي اردوغان بدعونا تركي اردوغان او كاد ليا تدالك تركي او سومري اسمع مركب كان إياه شاقي مركي أنكاول قلناي إنهان إسنو مركب كاني إيه ويرك علوس
waxaan qaadnay talaabooyin waaweyn. Maaha wax sahlan in warshadaha difaaca ay noqdaan xidigaha soo baxaya ee Turkiga ee sii xoogaysanaya. Go'aannada aan ka gaadhnay guddiga fulinta warshadaha difaaca 2004 waxaan bilownay muddada mashaariicda gudaha halkii aan wax soo iibsan lahayn madaxweynaha Turkiga iyo intaa ku daray. Waxaan dejinay yoolkayaga sidii warshadaha difaaca oo buuxda oo madax bannaan. Waxaan kordhinay tirada mashaariicda warshadaha difaaca laga soo bilaabo 62 mashruuc annagoo gaarsiinay 750 mashruuc, halka tirada warshadaha difaaca aan ka bilownay 56 shirkadood oo maanta aan gaarsiinay 2700 shirkadood oo qayb ka qaata wax soo saarka ee militariga ee Turkiga. Ayuu raaciyay madaxweynaha Turkiga Erdogan ayaa xusay in warshadaha difaaca ay ka kacaan Turkiga wax soo saarka 248 milyan ilaa ay gaareen heerka ugu sarreeyay 4 bilyan iyo 400 milyan 2022. Hadda waxaan kor u qaadaynaa miisaaniyadda warshadaha difaaca oo aan gaarsiinaynaa 75 bilyan iyadoo mashaariicda ay socoto. Hababka qandaraasyada, Erdogan ayaa yidhi madaxweynaha Turkiga Erdogan ayaa hoos kaga xariiqay in Turkigu ay ku guda jirto dhismaha 3 markab oo dagaal isku mar oo lagu dhisayo goobta maraakiibta dagaalka ee lagu soo saaray markabkani, iyadoo la gaarsiin doona ciidamada badda ee Turkiga muddo 36 bilood ah. Erdogan ayaa xusay in warshadaha difaaca ee Turkiga ay sameeyeen boodbood ballaadhan 20-kii sano ee lasoo dhaafay, isagoo sheegay inay u diyaar garoobayso Turkiga dagaalka mustaqbalka iyadoo sii wadaysa mashaariicdeeda ee hadda socda lana socdaan horumarka tiknoolojiyada. Erdogan ayaa yidhi waxaan si gaar ugu faraxsannahay wax soo saarka warshadaha difaaca oo ay si guul leh u adeegsadaan ciidamadeenna ee amniga howlgallada ee ka wadaan guriga iyo dabadaba. Waxayna bilaabaysaa Turkigu in kaalinteeda ay ka qaadato wax soo saarka dalalka saaxiibada la'a, siduu sheegay madaxweynaha Turkiga. Erdogan ayaa muujiyey in si weyn uga shaqayn doono sidii loo dabooli lahaa baahiyaha ciidamada ee Turkiga dhinaca dhulka, cirka iyo badda iyo internetka. Wuxuu sheegay in nidaamyada difaaca ee diyaaradaha sida helikobterada iyo droonka iyo maraakiibta ee dagaalka, gaadiidka gaashaaman, dagaalka elektroniga, raadaarada iyo gantaalada ee lagu farsameeyey Turkiga aysan u joogsan doonin ilaa ay keenaan Turkiga meesha uu mudan yahay dunida, iyagoo aan ka tegayn wax nusqaan ah hubkiisa ee elektromagnet